وربنا لو فكرتك ميتة. ايه يا حاج، حضرتك مرتاحة كده يعني؟ مش خير ولا ايه؟ خليكي خد راحتك لو مرتاحة كده يعني. نعم. والأمر بتاعها قانون، نهاية الدنيا فناء، فعيشوها قانون من وعد. يعني أنت مرتاحة كده يعني الحمد لله؟ يعني اعمل لنفسك، بوظت الزرع وبوظت الدنيا. لقاء الله عز وجل، لأن العمر بيشبهك بقطار، يلغى في القطر أو يسمع. إذا وصل محطته هبط، عند مريض من المحطة بتاعته الإنسان بينزل. انت المكان هنا عاجبك ولا ايه؟ ولا يبقى منه إلا سيرته. يسمينا ما بيحبش معاه إلا عمله. وما بيبقاش له إلا سيرته. بس هو الله يرحمه ويدعوله. وانت عارفين هدايا. تفضل 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 تفضل، تعالي تعالي تفضل. ايوه تفضل، مع الف سلامه مع الف سلامه. شرفتي ونورتي، شرفتي. الانسان بيهديها للميت بتاعه. هو حضرتك داخله تكملي نومه هنا ولا ايه؟ ها؟ حضرتك داخله تكملي نومه هنا؟ مكاننا حلو يعني؟ طب حضرتك محتاجة توصيل لأي مكان طيب؟ احنا ممكن نوصلك بالتوك توك يعني لو محتاجة. ها؟